بعد دخولهن في اعتصام أمام مقر نيابة التعليم بقليميم منذ العاشر من شتنبر الماضي، قررت خمس أستاذات خوض معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على تجاهل مطالبهن بالالتحاق بأزواجهن داخل المدار الحضاري للمدينة. بعد وقفة تضامنية مع الأخوات المعتصمات منذ عشر شتنبر، بعدما استنفادت جميع طرق الحوار مع المسؤولين من نائب ومدير وشكاية إلى السيد الوالي ولم تعطي أي نتائج، فجاءت الوقفة عندما قررت الأستاذات الدخول في إضراب عن الطعام لتحقيق مطلبهن ألا هو الالتحاق بالأزواج. بعدما استفدنا من حركة وطنية استثنائية اللي اعطتهم الالتحاق بالزوج ديالهم، كنطالبوا الآن بتنفيذ أولا نائب يجب أن ينفذ أشغال اللجنة المشتركة الإقليمية اللي كانت بالأغلبية كتقول تقرر بأن هاد الأزواج خاصهم يدخلوا إلى بلدية قلميم. نحن الأستاذات اللي مضرات من القرارات بعض المسؤولين اللي خصوصا المسؤول الأول في الإقليم، وحنا راه تضررنا بزاف لان ماشي عاد تخرجنا ماشي سنه ولا سنتين ولا حتى اربع ولا خمس سنوات، راه القليله فينا خدمت 10 سنوات وكاينه معنا استاذات اللي 15 سنه وكاملين عندنا وليداتنا وكاملين كنعانيو من هذا القرار اللي كنعتبروا حنا صراحه قرار تعسفي. الاعتصام اللي خدناه وما تلقينا حتى شي تجاوب من المسؤولين، كان الرد هو صم الاذان. حنا اضطرينا اننا ندخلوا في اضراب عن الطعام، واضراب عن الطعام وحنا راه صامدات ولا عوده الا بحلول اللي كتنصفنا، لان كنحسوا قبل كل شيء بالحقره وبالذل مع القطاع اللي حنا راه دوزنا فيه سنين وسنين. هذه الخطوه التصعيديه تاتي كرد فعل على مباشره النيابه الاقليميه اجراءات انقطاع عن العمل في حقهن، وبعدما يئسنا من مسلسل الحوار مع المسؤولين خاصه في ظل استمرار معاناتهن الاجتماعية والأسرية.